الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من أهالي النوبة. وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحبا بزيارتهم لمقر الحملة. وقال فوزي خلال اللقاء إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات في محافظة أسوان وباقي المحافظات، كما أن الدستور احتفى بأهل النوبة، بالإضافة إلى أن حياة كريمة في محافظة أسوان أحدثت نقلة نوعية في مجال الخدمات. من جانبه ثمن الوفد دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في النظر إلى حقهم في التعويضات، فضلا عن مبادرة حياة كريمة التي غيرت حياة 90% من أهل أسوان. شاركت الحملة